أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، تقول: عندي بنات وأنا الوكيلة عليهن، لأن أباهن قد فارقني، ويوجد في بيت أبيهن دش، فهل آثم إذا ذهبنا إلى أبيهن للسلام عليه وأنا أعلم أنهن ينظرن إليه؟ وكذلك أختي عندها دش، هل أتركهن يذهبن إلى أختي لوحدهن؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز هذا، لأن هذا يؤثر على البنات. الدش هذا وما يبثه وما يأتي عن طريقه كله فساد وشر، ويؤثر على من يشاهده وينفتن به أيضا، ينفتن به ويتطلع إليه، فهو وسيلة فتنة. فإذا كانوا إذا ذهبتم إليهم لا يستعملونه فلا بأس مع مناصحتهم بتركه وإبعاده، أما إذا كانوا يستعملونه والزوار يشاهدونه فهذا لا يجوز، لا يجوز الذهاب إليهم، لأن هذا الذهاب فيه مفسدة، فيه مفسدة لا سيما على الأطفال الصغار، وربما يجرهم إلى أن يتعلقوا به ويطلبوا من وليهم أن يأتي به إليهم في بيتهم، فيكون تكون هذه الزيارة سببا للشر.